مشكلة الطاقة الكهربائية ليست وليدة اليوم، فالعراق يعاني من نقص حاد منذ عام 1990، وتفاقمت بعد عام 2003 بسبب تهالك محطات التوليد القديمة. الحكومات المتعاقبة أنفقت أكثر من 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أي حلول تذكر. في كركوك تختلف تسعير تزويد الكهرباء من قبل المولدات الأهلية في موسمي الصيف والشتاء. كهرباء مو زين بالنسبة للوطني والمولد، الوطني والمولد لو ينطون بوقت الكهرباء، الوطني من يشغل مولد ينطوه يا وطني، لو بالعكس. وبالنسبة للأسعار، أسعار غالية، يعني مرات كهرباء بالشهر ينطون قليل ويأخذون فلوس هواية، ومرات بالعكس ما حد يعرف الأمبير بيش بالساعة بالدقيقة باليوم، ما حد يفتهم شغلة المولد والوطني شلون بكركوك. شريحة كبيرة من المواطنين في كركوك لا يملكون دخلا ماليا كبيرا لدفع أجور المولدات الأهلية بعد ارتفاع أسعارها لدرجة غير مقبولة، بالإضافة إلى مبالغ إيجار السكن وجبات الماء والنفايات وغيرها. للأسف الحكومة لم تفكر بالمواطن العراقي الفقير اللي ما يقدر أو ما يستطيع أنه يدفع حق المولدة، يدفع حق الكهرباء، ساعات الانقطاع الكهرباء بازدياد، وهناك مشاكل كثيرة في المجتمع لكن لا نجد حلول لها، وحتى إذا نرفض ماكو أحد يسمع للمواطن. فأكيد هناك أكيد أكو عوائل ما تقدر تدفع هذا السعر. إحدى المواطنات تقول بأن كركوك قبل أحداث 16 من أكتوبر كان تزويدها بساعات الطاقة الكهربائية يصل إلى 23 ساعة يوميا. يعني وضعك صارت مو زين، الكهرباء هم كهرباء مو زين، هم أسعار مو زين. قبل 16 أكتوبر كهرباء زين والأسعارهم كل زين، مثلا لسه أسعار المولدات صارت أزيد، الناس فقراء، أوضاعهم اقتصادية ترى ما عندهم شغل، ما عندهم رواتب، ما تقدرون حتى تنطون فلوس مال الكهرباء هم مال المولدة. مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام وكركوك بشكل خاص متفاقمة منذ نحو 16 عاما، لا يبدو إنها ستنتهي، والأسباب كثيرة ومتشعبة، منها الفساد والبيروقراطية وانعدام الإحساس بالوطنية والمسؤولية. منذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد عام 2003 يعاني أبناء كركوك من قلة الكهرباء ومشاكل الكهرباء، بالرغم من وجود وعود كثيرة من الوزارات أو الحكومات المتعاقبة. عدنان جاب، فضائل التغيير، كركوك.